قال زعيم حزب كحول لافان بيني غانتس إن من مصلحة بنيامين نتنياهو جر إسرائيل إلى انتخابات ثالثة. وطلب غانتس من نتنياهو أن يجتمع معه من دون شروط مسبقة ومن دون ألاعيب ومعسكرات. كما دعا غانتس حزب الليكود للحوار العميق والبناء معربا عن تفاؤله وإيمانه بتحقيق حكومة وحدة وطنية. نتنياهو هو الذي قدم موعد انتخابات الكنيسة 21، وهو من قادنا إلى انتخابات الكنيسة 22، ربما الوحيد الذي لديه مصلحة في قيادتنا إلى انتخابات أخرى، انتخاباتنا التي قد تسبب خلافا بين المواطنين والدولة. من هنا أدعو نتنياهو والليكود إلى محادثات عن المضمون بدون شروط مسبقة، بدون ألاعيب ومعسكرات، لأجل شعب إسرائيل. دعونا نبني حكومة وحدة وطنية حقيقية.